سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين إنما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرتنا الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، أستهلها كالمعتاد ببسم الله الرحمن الرحيم إليكم أهم العناوين. اجتماع رفيع حول تعزيز التعاون بين منظمة الإيجاد والمملكة العربية السعودية. تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين. تلكم كانت مقدمة النشرة، وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. عقدت الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان صباح اليوم اجتماعا رفيعا حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين منظمة الإيجاد والمملكة العربية السعودية. وجرى هذا الاجتماع الرفيع بحضور معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد علي يوسف والأمين التنفيذي لمنظمة الإيجاد السيد ويركن جبيهو، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة باختصار الإيجاد. ويعد هذا الاجتماع أساسا لبدء تنسيق وتعاون وعلاقات ثنائية متميزة بين المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في هذه المنظمة في إطار تعزيز العمل الجماعي المشترك من خلال تحقيق الأهداف والمبادئ النبيلة التي من شأنها أن تعزز العلاقات بين الطرفين. وولت المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لمنظمة الإيجاد لتحقيق أهداف الشراكة العربية الإفريقية. وفي مداخلة له أوضح الأمين التنفيذي لمنظمة الإيجاد الدكتور ويركن جبيهو أن هذا الاجتماع له أهمية قصوى، والهدف منه دفع العلاقات الثنائية المتميزة مع المملكة العربية السعودية. وأكد على أن المنظمة لا تدخر أو لن تدخر أي جهد عن دعمهم الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المملكة العربية السعودية تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة تمكنها من إقامة نسخة تاريخية وناجحة بأعلى مستويات الابتكار. والجدير بالذكر أن الهيئة تضم الدول التالية: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا. هذا وألقى المستشار في الديوان الملكي السعودي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان خلال اللقاء كلمة تحدث فيها عن العلاقات السعودية الإفريقية. نتابع. بداية أن أنقل لكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهم الله، اللذان وجهاني بأن ألتقي بأعضاء هذه المنظمة الموقرة انطلاقاً من اهتمام المملكة في التواصل والتعاون معكم لتحقيق مصالح الدول الإفريقية وشعوبها في إطار التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال العديد من الأمور التي تخدم مصالحنا المشتركة. وأتطلع بأن يكون هذا اللقاء انطلاقا للمزيد من التنسيق والتعاون بين المملكة وكافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة، والتي ترتبط معها المملكة بعلاقات ثنائية متميزة، وذلك في إطار العمل الجماعي المشترك من خلال الأهداف والمبادئ السامية التي أنشئ من أجلها هذا الكيان. كما أن المملكة تنظر بعين الاعتبار لأهمية منظمتكم في تحقيق أهداف الشراكة العربية الإفريقية. من جهته أشار معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف في كلمة له إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الاجتماع المنعقد بين المملكة العربية السعودية وإيجاد تعزيز الشراكة العربية الإفريقية. تابع. إن زيارتكم هذه لخير دليل على اهتمام المملكة العربية السعودية بالعلاقات القوية والبناء التي تربطها بالدول الأعضاء، وكم نحن سعداء بلقائك في مقر منظمة الإيجاد. لا شك أن المملكة العربية السعودية ودول القرن الإفريقي يحظان بقواسم مشتركة عديدة، والتاريخ يشهد على ذلك. نظراً لتحديات العصر ومخاطر الإرهاب والقرصنة
والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. بات واضحاً أن التعاون بين دول الإيجاد والمملكة العربية السعودية يكتسي أهمية خاصة، ولا يعتريني أدنى شك أن مزيد من التنسيق والتشاور وتقاسم الخبرات والمعلومات سوف يمكننا من وضع الحلول المناسبة لتحدياتنا المشتركة. ونبقى في المواضيع المتعلقة بالهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، حيث نظمت المنظمة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نظمت دورة تدريبية إقليمية حول سبل ممارسة إدارة شؤون اللاجئين، وذلك للمدربين من الدول الأعضاء في الإيجاد بتمويل من دولة السويد. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج الإقليمي لإدارة شؤون اللاجئين، حيث تهدف إلى تنسيق أنشطة إدارة اللاجئين على أساس تطبيق شامل لمبادئ الحماية الدولية للاجئين. وجمع هذا الاجتماع متدربين من الدول الأعضاء في الإيجاد وإثيوبيا وأوغندا وكينيا والسودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية جيبوتي، وكذلك مجلس حقوق الإنسان. وفي مداخلة له أشار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد ساكور، أشار إلى أن المفوضية السامية والإيجاد يربطهما تاريخ طويل وعمل مشترك بغية إدارة وحماية اللاجئين في الدول الأعضاء في الإيجاد، مشيدا في الوقت ذاته بالإنجازات البارزة التي حققتها المنظمة في تطوير العديد من الأطر لمعالجة النزوح. وقال كان إعلان نيروبي أحد الأمثلة الواضحة لجهود الإيجاد، والذي قدم نموذجا لكثير من العمل الذي تقوم به المنظمة في المنطقة بشأن الاستجابات العالمية. وفي كلمة لها أشارت مديرة قسم الصحة والتنمية الاجتماعية لمنظمة الإيجاد السيدة فضحية علوان خلال ورشة العمل إلى أهمية حماية اللاجئين وإدارتها، وقالت إن إيجاد تدعو إلى اتباع نهج إقليمي يعزز الحماية الفعالة للاجئين، والتي غالبا ما تكون بعيدة عن متناول دولة واحدة. ويكمل هذا النهج الإقليمي مسؤوليات الدول الفردية من خلال تمكين الجهود المشتركة، بما في ذلك سد الثغرات في القدرات التقنية لتمكين الإجراءات المتضافرة لتعزيز حماية اللاجئين وتحسين الظروف في بلدان اللجوء، والتي بدورها يمكن أن تقلل من حاجة اللاجئين للسفر إلى بلدان أخرى. وأكثر من ذلك البلدان المضيفة البعيدة للسعي حتى الآن إلى الحد الأدنى من معايير حماية، كما أشارت إلى أن الهدف من التدريب المذكور هو تزويد الدول الأعضاء بفهم مشترك وموحد لمعايير وممارسات حماية اللاجئين على أساس التطبيق الكامل. وفي كلمة لأمين عام وزارة الداخلية سيد سراج، أشار في مقدمتها إلى أن الهدف من التدريب هو تزويد الدول الأعضاء بفهم مشترك وموحد لمعايير وممارسات حماية اللاجئين، وأضاف أن جمهورية جيبوتي قامت بدعم اللاجئين وحشدت التضامن لمعالجة حالات النزوح التي شملت تأثيرها على نطاق واسع في منطقة إيجاد، وقدم الشكر والامتنان لمنظمة الإيجاد لتنظيمها هذه الدورة المهمة. شارك معالي وزير العمل المكلف بالترسيم والحماية الاجتماعية سيد عمر عبد سعيد أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، وعلى هامش الجلسة التقى وزير العمل بالمدير العام الجديد للمنظمة الدولية للعمل سيد جيلبرت، ثم التقى وزير العمل مع نائب المدير العام للمنظمة الدولية للعمل سيد موسى أومارو لأجل التطرق على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العمل في جيبوتي. وأكد الوزير على الفور لنائب المدير العام استعداد الحكومة لتعزيز التعاون مع إدارات المنظمة. أطلقت وزيرة الشباب والثقافة دكتورة هبة مؤمن عسوي عبر الاتحاد الوطني لنسائي جيبوتي وبالتعاون مع عمدية مدينة جيبوتي اليوم، أطلقت أنشطة توعوية حول النظافة وذلك في مختلف مراكز التنمية المجتمعية. وشاركت في هذه الفعالية وزيرة الشباب والثقافة دكتورة هبة مؤمن عسوي والأمين العام والأمينة العامة للاتحاد الوطني لنسائي جيبوتي السيدة فاطمة موسى وعمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود والعديد من البرلمانيات أمثال أمة محمد حامد وشكري علي عينان ومنتخبين محليين ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأخرى. وسوف تستمر الحملة التوعوية التي هي جزء من برنامج جيبوتي صفر نفايات، والذي بدأه عمدة مدينة جيبوتي حتى 14 من يونيو الجاري من خلال جميع مراكز التنمية المجتمعية الكائنة في العاصمة.
إلى مقر البرلمان افتتح رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد اليوم الأربعاء 8 يوليو ندوة حول تغير المناخ ودور مجلس النواب في هذا المجال، وذلك ضمن مشروع تعزيز الجمعية الوطنية. وتندرج هذه الدورة في إطار التعاون القائم بين الجمعية الوطنية والاتحاد الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي. وشهدت الدورة التي جمعت العديد من البرلمانيين حضور ومشاركة الأمين العام للجمعية الوطنية والاتحاد الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي وخبراء وطنيين. وشدد رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد خلال هذه الدورة على ارتياحه في تنظيم مثل هذه الندوة التوعوية حول دور مجلس الأمة في مكافحة التغير المناخي. وقال رئيس مجلس النواب: يكتسي هذا الموضوع أهمية كبرى لأننا نشهد تغيرا مناخيا في الآونة الأخيرة. استقبل رئيس سلطة الموالي والمناطق الحرة سيد أبو بكر عمر حدي اليوم بوفد من كلية الدفاع الوطني في نيجيريا، والذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد بقيادة الأدميرال أنيفوك. ويتألف الوفد من حوالي 30 من كبار الضباط من الذكور والإناث من كلية الدفاع الوطني النيجيرية. هذا وأجرى الوفد مع رئيس سلطة الموالي والمناطق الحرة مناقشات ومباحثات مهمة حول تطوير البنى التحتية التي تضم مختلف المرافق التابعة للمواني في جيبوتي. وتلقى الوفد المنحدر من كلية الدفاع الوطني النيجيرية توضيحات مفصلة من قبل رئيس سلطة الموالي والمناطق الحرة. ثم قام الوفد بجولة تفقدية إلى ميناء جيبوتي متعدد الأغراض برفقة قائد البحرية الجيبوتي على قيد أحمد طاهر جامع، برفقة ضباط من إدارة العلاقات الدولية للقوات المسلحة الوطنية. وأشاد الأدميرال أنيفوك هذه المرافق التابعة للميناء. وأشار الأدميرال أنيفوك إلى أنهم التقوا صباح اليوم برئيس سلطة المواني والمناطق الحرة، وأنه رجل ذو قيمة كبيرة ورفيع يساهم تعزيز البنية التحتية للمواني. وقال: استفدنا بشكل كبير من خبراته، وطرحنا عليه عدة أسئلة من أجل ربط الشرق بغرب إفريقيا، وأشكره شخصيا وأيضا جميع الجهات التي مكنتنا من دعمنا في زيارتنا إلى جيبوتي. وفي ختام هذه الزيارة تبادل الطرفان الهدايا التذكارية وكذلك أخذ صورة جماعية في نهاية المطاف. وشارك في هذه الزيارة العديد من منتسبي سلطة الموالي والمناطق الحرة، إضافة إلى منتسبي كلية الدفاع الوطني في نيجيريا، حيث قاموا بجولة تفقدية في المرافق التابعة للمواني والمناطق الحرة. وفي كلمة له نوه رئيس سلطة الموالي والمناطق الحرة سيد أبو بكر عمر حدي إلى أن الهدف من زيارة الوفد النيجيري يتعلق بتبادل الآراء والأفكار لمكافحة القرصنة البحرية في جيبوتي، مشيرا في وقت ذاته أن الوفد النيجيري تلقى معلومات مهمة وقام بجولة تفقدية في ميناء جيبوتي متعدد الأغراض برفقة قائد البحرية الجيبوتية. وقال إن هدف الزيارة هو تبادل الآراء حول أمن الميناء والقرصنة التي تشهدها حاليا نيجيريا، وقد تقلص في الأيام الأخيرة في دول المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتبادل الخبرات بين البحرية الوطنية بين البلدين وكيفية قيام بإنشاء تعاون في مجال الميناء. وأنا أدرك تماما أن في نيجيريا، وعندما كنت في عام 2011 كان ميناء نيجيريا يعاني من مشاكل، واليوم جاءوا لنقدم لهم البضائع. إلى محافظة عرتا، على غرار العاصمة والمناطق الداخلية، نظمت محافظة عرتا أشغال الندوة الوطنية حول الصحة والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد. وجرت هذه الندوة في مقر المجلس الإقليمي لمحافظة عرتا وبحضور محافظ الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي والمستشار الفني لوزير الصحة السيد نوح سعيد وعيس، وأيضا مدير قسم المناطق السيد ديس فارح ميجيل، وكبير الأطباء في عرتا الدكتور يعقوب حسين، والمسؤولين والمنتخبين المحليين فضلا عن كبار المسؤولين من حاكمية عرتا. كما شارك مناسبة إطلاق الندوة الوطنية حول الصحة مختلف شرائح المجتمع المدني والتي استجابت لطلب وزارة الصحة. وتهدف هذه الندوة الصحية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي والتي أطلقها معالي وزير الصحة الدكتور أحمد ربيع عبدلي، تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق تبادل الآراء بشكل جماعي حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بالإصلاح الصحي. وستمكن هذه الندوة الصحية بلا شك من تقييم الإنجازات والآفاق الصحية ومناقشة سبل الوصائل لإنشاء منصة أن تعزز وتزود بلادنا بنظام صحي قوي. كما يتمثل الهدف العام من الندوة الصحية في إنشاء منصات قادرة على تنظيم الاستشارات، وتم إطلاق التغطية الصحية الشاملة
والنظام الصحي ومكافحة الأمراض المعدية في هذه المنطقة. أقام مجمع الرحمة التنموي صباح اليوم مناسبة مكرسة لتكريم المتفوقين من طلاب الثانوية الصناعية والثانوية العامة وتكريم المتميزين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى افتتاح معرض المنتجات الذي أقامته المدرسة الصناعية تحت شعار صنع في جيبوتي. وجرت مراسم الحفل بحضور القائم بأعمال السفارة الكويتية في جيبوتي سيد خالد بن مبارك الحاصم، والقائم بأعمال السفارة القطرية في جيبوتي سيد إبراهيم بن عبد الله الشرايم، والمدير الإقليمي للرحمة العالمية في جيبوتي سيد عبد الغني القرشي، ومدير التعليم المجمع دكتور عبد الله فتوح، ومدير المشروعات لدى المكتب السيد خالد أبو هرق، إلى جانب ممثل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد حسين بلال، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمجمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي يقوم بها مجمع بالرحمة التنموي التابع لجمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت الشقيقة لمواكبة مساعي الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي للنهوض بقطاع التعليم العام والصناعي ورعاية المواهب، وهو ما ينسجم مع رسالة الرحمة العالمية المتمثلة في بناء الإنسان عبر خدمات تعليمية راقية ورعاية صحية وتربوية، وفق ما أشار إليه مدير التعليم بالمجمع. وفي ختام هذه المناسبة تم توزيع الشهادات للطلاب المتفوقين في هذه المدرسة. نتقدم إليكم جميعا بجزيل الشكر والتقدير لمشاركتكم هذا الحفل البهيج لتكريم المتفوقين من طلاب المدرسة الثانوية الصناعية والثانوية العامة، وتكريم المتميزين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والرياضية، وافتتاح معرض المنتجات الذي أقامته المدرسة الصناعية تحت شعار صنع في جيبوتي. فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. نجتمع اليوم لتكريم المتفوقين ونرى أثر هذا الدور التنموي الذي يقدمه مجمع الرحمة لهذا الوطن العزيز في مجال التعليم العام والتعليم الصناعي ورعاية الموهوبين وغيرها، لتحقيق رسالتنا وهي بناء الإنسان عبر خدمات تعليمية راقية ورعاية صحية وتربوية. من جهته ألقى القائم بأعمال السفارة الكويتية في جيبوتي كلمة مقتضبة في المناسبة أثنى فيها على الدور الكبير الذي يطلع بها المكتب الإقليمي للرحمة العالمية في جيبوتي وإسهاماته القيمة في مسيرة العمل الخيري بالبلاد وفي القطاعات الصحية والتعليمية والتنموية. وشدد السيد خالد بن مبارك الحصم على الاهتمام الكبير الذي أولاه ديننا الإسلامي في العلم، حاثا طلبة المجمع على المضي قدما في مشواره التعليمي. نتابع. نشكر الأخوة القائمين على جمع الرحمة على هذا النجاح، تلو النجاح الذي نراه من خلال هذه الخريجين وغيرهم من الأقسام الأخرى، سواء في المستشفى، سواء في التعليم المهني، سواء في العمل الخيري، سواء في رعاية الأيتام والأنشطة الأخرى. الفرحة غامرة أمانة، ونحن نرى هؤلاء الأخوة وهم في مرحلة جديدة من التعلم والتسلح بالعلم الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي وفي القرآن الكريم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يا أخوان، شريعتنا الإسلامية وقرآن الكريم والسنة النبوية حثتنا على التعليم، لأهمية التعليم. نحن الآن في عالم الغير متسلح بالعلم سوف يبقى جاهل ولن يخطو خطوة، وأنتم الآن إن شاء الله في أول سلم الحياة، ونتطلع بإذن الله أن نراكم في أفضل الأماكن لتنفعوا البلاد والعباد. وفي إطار هذه المناسبة تم افتتاح معرض المنتجات الذي أقامته المدرسة الصناعية تحت شعار صنع في جيبوتي. شارك في المناسبة كل من القائم بأعمال السفارة الكويتية في جيبوتي السيد خالد بن مبارك الحصم، والقائم بأعمال السفارة القطرية في جيبوتي السيد إبراهيم بن عبد الله الشرايم، والمدير الإقليمي للرحمة العالمية في جيبوتي السيد عبد الغني القرشي، ومدير التعليم بالمجمع الدكتور عبد الله فتوح، ومدير المشروعات لدى المكتب السيد خالد أبو هرق، إلى جانب ممثل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد حسين بلال، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمجمع. وقد أبدى المسؤولون إعجابهم الشديد بمختلف منتجات المدرسة الصناعية التي توفر دورات تأهيلية في شتى المجالات المهنية،
ما يتيح لخريجيها من الانخراط في سوق العمل عقب التخرج. على غرار بقية المحافظات، احتفلت كتيبة القوات المسلحة المتمركزة في منطقة علي صبيح بذكرى 45 تأسيس القوات المسلحة الجيبوتية المصادفة في 6 من يونيو من كل عام. وشهد هذا الحفل مشاركة العديد من كبار الشخصيات العسكرية في هذه المحافظة والمسؤولين والمنتخبين المحليين وممثلي المجالس الإقليمية والعقال، بالإضافة إلى العديد من المجتمع المدني. هذا وقام قائد الكتيبة المتمركزة في علي صبيح باستعراض الوحدات العسكرية وتلقى تحية الشرف منهم في مكان إقامة الحفل. نتابع. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, je tiens à vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance et mon estime à vous qui servez avec dévouement la République. وعقب ذلك بدأ العرض العسكري من قبل وحدات القوات المسلحة المتمركزة في علي صبيح بحضور سلطات المنطقة وسكان عاسجوك الذين حضروا بشكل جماعي في هذا الحفل البهيج. تابع. جنودنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتحة. كما احتفلت كتيبة التدخل السريع المتمركزة في معسكر علي عنيب بذكرى 45 لتأسيس القوات المسلحة الجوتية المصادفة في 6 من يونيو في كل عام. وشهد هذا الحفل مشاركة العديد من كبار
الشخصيات العسكرية من هذه الناحية والمسؤولين والمنتخبين المحليين وممثلي المجالس الإقليمية والعقال بالإضافة إلى العديد من المجتمع المدني. هذا وقام قائد كتيبة التدخل السريع في معسكر علي عونة المقدم محمد محمود عسوي باستعراض الوحدات العسكرية وتلقى تحية الشرف منهم في مكان إقامة الحفل برفقة مساعد والي منطقة علي صبيح. L'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création des armées djiboutiennes, je tiens à vous remercier. Et vous. وعقب ذلك بدأ العرض العسكري من قبل وحدات كتيبة التدخل السريع في علي عونة بحضور السلطات الناحية وسكان علي عونة الذين حضروا بشكل جماعي في هذا الحفل بدعوة من رئيس الكتيبة. هذا وضع قائد الكتيبة المتمركزة في علي عونة المقدم محمد محمود عسوي بحضور كبار القادة العسكريين إكليلة من الزور على النصب التذكاري المقام داخل معسكر علي عونة لشهداء القوات المسلحة الذين سقطوا في ساحة الشرف وهم يؤدون واجبهم تجاه الوطن والشعب. نتابع. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائبنا. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح. إلى الساحة الدولية، اتهم تقرير أممي إسرائيل بكونها سبب رئيسي للصراع مع الفلسطينيين. نتابع. اعتبر تقرير تمييزي ضد السكان الفلسطينيين هما السببان الرئيسيان لموجة العنف المتكرر وحالة عدم الاستقرار. وكتبت نافي بيلا رئيسة لجنة تحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان في تقريرها أن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية لهذا الصراع تشير
تنتشر بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على طبيعة غير المتكافئة للصراع وواقع الاحتلال دولة لأخرى. وأكد تقرير الأول لهذه اللجنة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي بامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن يظل أمرا حاسما لإنهاء موجة العنف المتواصلة. نهاية النشرة قدمناها لكم من تلفزيون جوتي. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.